كانت موقفاً للسيارات ومحطة لسكك الحديد، إلا أنها منذ العام 2004 تحولت إلى أبرز معالم مدينة شيكاغو، ثالث كبريات المدن الأمريكية. إنها حديقة الألفية الثالثة. افتتحت الحديقة رسمياً صيف 2004 وكانت ستسمى بحديقة الفنون، إلا أن التسمية حسمت لصالح الألفية لتشير إلى الألفية الثالثة بعد الميلاد. من أشهر معالم الحديقة ما يعرف ببوابة السحاب، وهي مجسم معدني على شكل حبة الفول ويعرف بالإنجليزية بهذا الاسم ذبين. المجسم يتسع لمبنى من ثلاثة طوابق وصمم من قبل المهندس البريطاني أنيش كابور الذي استلهم شكله من قطرة الزئبق. المجسم يعكس الأجواء حوله وسط المدينة، وإلى جانب بوابة السحاب تقع نافورة التاج حيث يخرج الماء من أفواه 1000 شخص من سكان شيكاغو في إشارة إلى مكانة الماء في حياة المدينة وأهلها. أما مواقف السيارات وموقف محطة سكة الحديد فيقع تحت الحديقة مباشرة، وبالتالي فهي ليست كأي حديقة بل واحدة من أكبر الأسقف الخضراء في العالم. أقيمت الحديقة على مساحة 35,000 متر مربع وتستضيف على مدار العام العديد من الأنشطة كالعروض الفنية والغنائية الكبرى صيفاً، وتوجد فيها حلبة للتزلج وإضاءة شجرة الميلاد شتاءً. أمجد المالكي، الحرة، شيكاغو.